صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لنا عبر شاشة مريم تي في وعبر بروجرام اون تايم على الموعد. انا وزميلتي تمارا رح نترافق معكم على فترة ساعتين من الوقت طبعا لحتى يكون معنا فقرات وضيوف عديدة. ولكن قبل ما اقول صباح الخير لزميلتي تمارا، دايما بحب اقول انه بالرغم من كل الظروف والصعوبات اللي عم نمرق فيها بلبنان، طبعا الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه والنفسيه، شفت فيديو كتير حلو لابونا مروان. طبعا بير مروان كل المشاهدين بيعرفوه، مروان خوري، كان عم بيقول قد ايه اهميه الصلاه مهمه وخاصه المسبحه الورديه. فعلا مشاهدينا دائما انا وزميلتي تمارا بنحكي عن الصلاه، ولكن اليوم المسبحه الورديه بتعطينا قوه كثير كبيره وبتبعد الشر عنا وبتبعد الشيطان اذا فينا نقول عنا، فتسلحوا فيها. وفعلا تحيه كثير كبيره لبير مروان اللي دائما بيركز على اهميه الصلاه واهميه وجود المسبحه بالعيال ببيوتنا. حتى كان عم بيقول انه فينا نكون عم نصلي نحن وعم نعمل سبور، نحن وعم نسوق، قد ايه حلو هالمسبحه بتعطينا قوه ورجاء وايمان انه بكره رح يكون افضل. مشان هيك ما توقفوا الصلاه وخاصه بظل الظروف الصعبه اللي عم نمرق فيها بلبنان. صباح الخير تمارا. امين. صباح الخير رتا، صباح الخير لكم مشاهدينا. بهالصباح بحب اوجه تحيه لكل لبناني متمسك بحلمه وعم يبني مستقبله رغم هالظلام والفوضى. هيدي التحية هي تكريم لإرادتكم اللي ما بتنكسر وإيمانكم اللي ما بيتزعزع بوقت فعلا عم تتزايد فيه المحن والتحديات حوالينا. أنا بحب حييكم بحب وعزيمة، بحب لكم أنه نحن لبنانية وهيدا الشيء كافي، ما في شيء رح يكسرنا. بإيماننا وعزيمتنا رح نرجع ونرجع أرضنا المقدسة مكللة بالسلام. كونوا على يقين. ريتا قديش مهم الموضوع اللي كنت عم تحكي فيه اللي هو موضوع الصلاة. نحن دايما بنصلي ومنشدد كمان على انه الصلاة بالفرح وبالحزن، مش طبعا. بس بالحزن، لهيك نحن عودنا المشاهدين بكل وقفة صباحية يوم الجمعة انه نكون عم نصلي نحن وياك. طبعا تمارا، اكيد اليوم صلاتنا لأمنا مريم العذراء. نعم. بتقول هالصلاة: يا أمنا الحبيبة مريم العذراء، نلتجئ إليك في هذا الوقت الصعب، أنت الحامية الأمينة التي تقودين بأمان نحو ابنك يسوع. نسألك أن تحمينا من كل شر وخطر يهدد حياتنا وسلامتنا. كوني ملجأ في هذه الحرب والشدائد، وامنحينا الشجاعة والقوة لنبقى ثابتين في الإيمان. يا مريم العذراء أم الرحمة والسلام، نضع بين يديك كل مخاوفنا وآلامنا في هذه الأوقات العصيبة. أنت التي وقفت بقوة عند صليب ابنك، امنحينا الثقة بأنك معنا في كل معركة نواجهها. ارزقينا الحكمة والقوة والنعمة لنبقى متحدين بك وبابنك الإلهي. أحمينا وأرشدينا إلى الطريق السليم، وامنحينا السلام والنصر. أمين. أمين ريتا. نحن من بعد ما كنا مع الوقفة الروحانية معك، رح نكون هلأ بوقفة مع الطقس، كيف رح يكون طقسنا ليوم الجمعة وللويكند. طقس خريفي مستقر عم بيسيطر على لبنان مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية خاصة بالداخل وحتى مطلع الأسبوع المقبل. طقس يوم الجمعة طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وبالداخل. أما بالنسبة لطقس الويك أند يوم السبت، غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وطقس نهاية الويك أند طقس الأحد فهو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. بتحس الطقس ريتا طقس فعلا متقلب، يعني صح. فعلا اليوم بيكون شمس ويوم اخر بيكون ضباب. هيدا هو طقس الخريف. شو ما كان، بتمنى لكم عطله نهايه اسبوع سعيده، وبتمنى اكيد انكم تكونوا عايشين بسلام وطمانينه بظل هالاوضاع المضطربه اللي نحن عايشين فيها كل اللبنانيه دون استثناء. وهون انا اكيد بحب كون عم بتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى، واكيد بنتمنى انه كل الشهداء يكونوا عم يركضوا بسلام. أمين يا رب.
تمارا، من بعد ما كنا مع حالة التأس طبعا أنا وياكي محضرين هيك باقة من الأخبار للمشاهدين، منروح على فقرة المتفارقات. تمارا، أول خبر معنا طبعا بظل الأوضاع اللي عم يمرق فيها لبنان، غبطة البطريرك الراعي، استقبل غبطة البطريرك اليازجي وسيادة المطران عودة بالصرح البطريركي باب كركي للتداول بكل مستجدات خطورة الوضع بلبنان وبالمنطقة، طبعا لحتى يقدروا كمان يكونوا عم بيحطوا خطط عمل لهيدا الموضوع. هيدا أول خبر معي. الخبر الثاني تمارا، الخبر الثاني خبر هيك إيجابي وكله فرح وسط السوداوية والمأساة اللي نحن عايشين فيها، فبقلب لبنان اللي مزقته الحرب للأسف. بدنا نوجه تحية للدكتورة ليا كلاسي والرياضي رالف خوري اللي هن بمهمة إنسانية بحتة، كانوا بفرنسا وهلا بإيطاليا ورجعين على لبنان على الدراجة الهوائية باي بايك باي كانسر، وكان عندهم وقفة ولفتة إنسانية مع قداسة البابا، بحيث أكيد خبروه عن مهمتهم اللي هي جمع مصاري لمرضى السرطان بتعاون مع جمعية باربرا نصار، وطبعا بنشوف بالصورة برك لهم هالمهمة، وصلوا مع بعضهم من أجل لبنان، نحن بحاجة لهالصلاة، بنوجه لهم تحية فعلا. اللي بشوفهم على الانستغرام بشوف قديش هن عم بيعطونا قوة وإيجابية وعزيمة بضل هالظروف الصعبة اللي نحن عم نعيش فيها. فعلا تمارا، وكانوا ضيوفي كمان، صح كانوا ضيوفي مش من فترة كمان قبل ما ينطلقوا برحلتهم من شهر تقريبا. حتى السيد هاني نصار رئيس جمعية باربرا نصار كان عم يطلق كمان، عم بيوجه لهم تحية كتير كبيرة لمبادرتهم، خاصة نحن بشهر أكتوبر يلي هو شهر التوعية لمرض سرطان الثدي. تمارا، أنا معي خبر طبعا كل الناس عم تتساءل بظل الظروف يلي عم نعيشها، هل في خطر على مستشفياتنا؟ طبعا حذر النائب عبد الرحمن البزري أنه من بعض المستشفيات أصبح خارج الخدمة، وأي توسعة بالعمليات العسكرية سيضع المستشفيات العامة أمام تحدي جديد. ولفت البزري بحديث إذاعي إلى أنه الاقتزاز بمراكز الإيواء بيسهل انتشار الأمراض الانتقالية كالأمراض المعوية والجلدية والتنفسية، مشيرا بالوقت نفسه أنه الوضع مقبول حتى الآن، ولكن التحذير واجب لعدم الوقوع بأي خطر من الأخطار اللي عم بتصير، وحط خطة طوارئ كمان بالمرفأ تحسبا للأسوأ. يعني في العديد من المستشفيات كمان خرجت عن اطار الخدمه، نحن نتمنى انه الوضع ما يتازم زياده مثل ما ذكرت ريتا. ما انه عم نحكي عن الازمات، مثل ما بتعرفوا مشاهدينا بزمن الازمات بتكثر الاشاعات وبيكثروا الاخبار الزائفه والكاذبه، اكيد كل واحد عنده مبتغاه وعنده هدفه، لهيك نحن بنحب نقول لكم انه ما تصدقوا كل خبر، هي حمله اكيد قامت فيها اليو ان دي بي، ما تصدقوا كل خبر بيوصلكم على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لو كان مرسل من افراد عائلتكم، خذوا اكشن، توقفوا وتحققوا وشاركوا الخبر الصحيح. وبهالمناسبة أنا بحب شارك معكم أكيد منصة اسمها صواب، فيكم تكونوا عم تتحققوا من كل الأخبار من خلالها، موجودة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الواتس أب، لأنه فعليا هذا الشيء عم بيعمل حرب نفسية، عم بيثير القلق، ونحن بظرف مثل ما بيقولوا مش ناقصنا، خبر ممكن يكون مفبرك، خبر ممكن يكون قديم، الروابط ممكن تكون مش موجودة، حتى اللينكس يعني مش بس تقروا الخبر وتصدقوه، فيكم تكونوا عم تفوتوا على اللينك لتتحققوا. فبنتمنى لكم أكيد مشاهدينا هيك تكونوا عم تطلعوا جيدا قبل ما تشوفوا أي خبر وقبل ما تنشروه، لأنه عليكم مسؤولية أكيد كتير كبيرة، خاصة بهالظروف اللي عم نقطع فيها، خاصة أنه كل الناس كمان تمارا عم بيكونوا على السوشيال ميديا، قدامهم أهمية الخبر أنه يكون موثوق منه لحتى يقدروا يقروه ويبنوا أفكارهم عليه. طبعا معي خبر كمان تمارا، المسافة ما بتكبلنا، بتزيدنا عزم وإيمان. بيت الضيافة بالتعاون مع دي تي كير كان لقاء مميز بمهنية بيت شباب بالتنسيق مع مدير المعهد، كانت مهمتنا زرع الفرح على وجوه الأطفال. بتلاحظي تمارا أنه في كتير جمعيات هلأ بيكونوا بمراكز الإيواء لحتى يدعموا هالعيال اللي تركت بيوتها طبعا، وعم بيصير في عدة نشاطات لدعمهم جسديا ونفسيا. نعم،
ريت نحن وصلنا لنهاية فقرة المتفرقات، صحيح. بس عنا بعد فقرة الصحة اللي كلنا بننطرها واللي نحن بحاجة لها. هون بحب نوه مشاهدينا بظل هالأزمات والتحديات، ما ينسوا أكيد أنه يكونوا عم يهتموا بصحتهم طبعا. ما ينسوا الريجولر تشيك أبس كل شهر، لأنه هيدا شيء ضروري وبيساعدنا أنه نكون عم نكفي. فعلا اليوم تمارا رح نحكي عن الوضع الحالي بلبنان قد ايه هو مأساوي. رح نروح أنا وياكي والمشاهدين على فقرة صحة. مشاهدينا اليوم ما راح يكون معنا معلومة طبية مثل ما عودتكم كل أسبوع بطلع عليكم من على الموعد، ولكن اليوم راح أحكي أنه بالوقت اللي نحن اللي عم نمرق فيه طبعا يعد الانهيار الصحي بلبنان هو أكثر المواضيع الطبية أهمية. مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بيواجه النظام الصحي بلبنان تحديات كبيرة مثل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، هجرة الكوادر الصحية، وصعوبة الوصول للرعاية الصحية الجيدة. نقص الأدوية طبعا هو مشكلة كتير كبيرة، ومشكلة بيعاني منها العديد من المرضى من أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري، من صعوبة بالعثور على الأدوية الحيوية. هيدا النقص طبعا بيشكل تهديد مباشر لحياة المرضى يلي بيعتمدوا على هالأدوية للبقاء على قيد الحياة، ويعيشوا إذا فينا نقول بدون أي مشاكل تانية. الهجرة الجماعية للأطباء طبعا هالهجرة يلي ممكن تزيد من العبء على النظام الصحي، حيث ترك العديد منهم البلاد بحث عن فرص عمل أفضل بالخارج بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وهيدا الوضع طبعا أدى إلى نقص حاد بالخدمات الطبية والرعاية الصحية. أما بالنسبة للتحديات النفسية أيضا ازدادت، حيث بيعاني عدد كبير من اللبنانيين من تأثير الأزمات المتعددة على صحتهم النفسية، وبيزداد الطلب على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي. مشان هيك بظل هالتحديات أكيد في جهود دايما متواصلة من قبل منظمات غير الحكومية الدولية والمحلية لدعم النظام الصحي، ولكن هيدا شيء بدل منه كافي للتعامل مع حجم هالأزمة. مشان هيك اليوم تمارا حبيت دوي على هيدا الموضوع، لأنه كمان كنا عم نقول أنه قد ايه الصحة النفسية كتير مهمة، وخاصة بلبنان بالفترة السبقت لاحظنا أنه صار في تضواية أكتر وتوعية أكتر عن الصحة النفسية. صار الإنسان بيعتني بصحته النفسية، لأنه صحيح. بيعرف أنه قد ايه هيدا الشيء ممكن يأثر على صحته الجسدية. هلا نحن كلنا بحاجه انه نكون عم نعتني وحتى اكسترا. صحيح. واكيد نحن اليوم بنشكر كل المنظمات الدوليه والمحليه اللي عم يعملوا جهد كثير كبير للاشخاص اللي عم بيكونوا بمراكز الايواء، لانه بتعرفي قد ايه كثير مهم انه اليوم طفل كمان ما بيقدر يعبر، او عم نشوف ناس كبار بالعمر عم يبكوا، يعني قد ايه عن جد صحته النفسيه مدمره. وكثير صعب اليوم تمارا انه الاشخاص اللي هن معلقين ببيئه معينه يفلوا من بيئتهم او يحسوا حالهم انه هن مشردين. مشان هيك كثير مهم انه نضوي على الصحه النفسيه، وبالتالي مشاهدينا لازم يكون عندنا هيك توعيه عن هذا الموضوع، وكل شخص فعلا هو متضايق نفسيا ما يستحي يقول انه هو متضايق، لانه هيدا الشيء اكيد رح يرتد سلبا على صحته الجسديه. مشان هيك قولوا وعبروا وبكوه، بالعكس لازم تفشوا خلقكم وتبكوا لحتى يكون في اشخاص مختصين حتى يساعدوكم بهيدا المجال وتكونوا مرتاحين. وبالتالي اليوم اذا انتم صحتكم النفسيه مرتاحه طبعا هيدا الشيء رح ينعكس على الصحه الجسديه، وبالتالي على كل الاشخاص يلي حواليكم. ان شاء الله بتكون تمارا هالفتره سريعه جدا. صحيح. وما بتطول اكيد لحتى ما تعمل أمين. مثل ما بنقول دجا على الناس. صحيح. ثانك يو على المعلومات اللي قدمتي لنا هون الموسوعه، مثل ما دائما بحب اقول لك. مشاهدينا نحن بنحب نذكركم نحن لايف اون فيسبوك، فيكم تكونوا عم تتابعونا. نحن رح نكون بوقفه صغيره مع الاعلان بنرجع لكم. اليوم العالمي للطفله يصادف في 11 تشرين الاول اكتوبر من كل عام. لم يواكب التقدم الذي أحرزته الفتيات المراهقات الحقائق التي يواجهنها اليوم، وقد عزز فيروس كوفيد-19 العديد من هذه الفجوات،
وتؤكد الفتيات المراهقات في جميع أنحاء العالم قوتهن كصانعات للتغيير. وسيركز اليوم الدولي للطفلة في عام 2020 على مطالبهن، وهي أشف بيئة خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة وفيروس نقص المناعة البشرية، تعلم مهارات جديدة تجاه المستقبل، قم بقيادة جيل من النشطاء لتسريع التغيير الاجتماعي. مرحبا، 11 تشرين الأول، القديس فيليبوس الرسول. ولد هالرسول بقيصرية فلسطين، وهو أحد الشمامسة السبعة اللي اختارهم المؤمنون عملا بإشارة الرسل 12. الفضائل يلي بتمتع فيها كرازة الإيمان الثابت. نصيحة القديس فيليبوس لإلك: يمكنك أن تعتمد إن كنت تؤمن من كل قلبك. والله معكم. عندك فكرة قديش معقول يكون في مصايب بركابك إذا بتروح بتصورهم حتى إذا منك موجوع ولا حتى حاسس فيهم؟ بتعرف عن شو عم بحكي؟ اسمعني للآخر. هيدي الدراسة أخذت 115 إنسان معدل أعمارهم 44 سنة وصورت لهم ركابهم، هن ما بهم شي أبدا ومش موجوعين، وعم نحكي مجموع 230 ركبة تصوروا بالإير أم، والمصايب بس اجت النتائج فرجت 62% من مجموع الركب كان فيها تكلس، 52% كان فيها مشاكل بصابونة الإجر، 48% كان فيها تمزقات بالغضاريف أو منسكل تيرز، كان في عنا 46% مشاكل بالأوتار و 38% مشاكل بالأربطة. تخيلوا، هؤلاء الناس ما كانوا حاسين بشي. يعني نحن اليوم بس ننوجع ويصير في عنا مشكلة، إذا رحنا صورنا إير أم شفنا أنه في مصيبة فيها، ببساطة هاي المشكلة كانت موجودة قبل ما بلش وجعي، وهلأ على الـ RM شفناها ببساطة. معناتها قبل ما نبلش نعمل بانيك أو نفكر بأمور كتير كبيرة، يمكن تكون خبريتها بسيطة بتنحل ببعض التمارين أو ببعض جلسات العلاج الفيزيائي، وفينا نكون خلصنا منها. وما تنسوا، أنا ما خصني هذه الدراسات.